أعلن 32 نائبا في البرلمان التونسي عن حزب نداء تونس تجميد عضويتهم داخل الحزب بسبب خلافات بشأن إسناد المسؤوليات داخل الحزب، وتوعد النواب بالاستقالة في حال رفض انعقاد الهيئات القيادية لإجراء مشاورات من أجل تغيير مسار الحزب. وأوضحوا أن قرار تجميد العضوية قد اتخذ مرحليا لتفادي التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان. فإن ما حصل في الأيام الأخيرة من تشنج. معنا مباشرة مدير مكتب التلفزيون العربي بتونس علاء الدين زعتور. علاء، يعني ماذا يغضب هؤلاء النواب بالضبط مما دفعهم إلى تجميد عضوياتهم في حزب نداء تونس؟ نعم خالد، هي خطوة تصعيدية أخرى من قيادات نداء تونس، تأتي هذه المرة من تحت قبة البرلمان التونسي من أعضاء في الكتلة المجموعة البرلمانية لحزب نداء تونس، وهي يعني مشهد من أو حلقة من الحلقات الصراع المتواصل في الحزب الحاكم في تونس منذ أسابيع طويلة، والذي ربما بلغ أوجه يوم الأحد الماضي حين تحول أحد الاجتماعات في مدينة الحمامات هنا بالقرب من تونس إلى عراك بالأيادي والهراوات. مساء أمس كان هناك اجتماع للهيئة التأسيسية للحزب، هؤلاء هم الأعضاء المؤسسون للحزب، ولكن يتبعون شقا بعينه، شق يتبع ابن الرئيس أو نجل الرئيس حافظ قايد السبسي. كانوا سيتخذون قرارات، ولكن يبدو أنه الرئيس الباجي قايد السبسي نفسه تدخل وقام بتأجيل يعني ما كانوا سيتخذونها من قرارات قد تؤجج الصراع. ولكن في ساعة متأخرة مساء أمس اتخذ هؤلاء النواب يعني قرارهم بتجميد عضويتهم في الحزب قبل أن يعلنوا، من المتوقع أن يعلنوا بعد ساعة من الآن أنه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق. نعم، يعني هذا عن شكل المشكلة، لكن سبب المشكلة لماذا هم غاضبون إلى هذا الحد؟ السبب المشكل هو أنه هناك صراع تموقعات داخل الحزب بين شقين، الشق الأول يتبع نجل الرئيس حافظ قايد السبسي، والشق الثاني يتبع الأمين العام محسن مرزوق. وهذا الشق الذي يتبع إليه هؤلاء النواب يرى بأنه يجب أن تواصل القيادة الحالية مواصلة قيادة الحزب، على عكس ما يطلب الشق الثاني المحزوب على نجل الرئيس الذي يطالب بالتسريع بإقرار المؤتمر التأسيسي الأول للحزب. هذا لب الخلاف الذي هو في الظاهر يعني في الحقيقة خلاف حول من يقود الحزب في المرحلة القادمة. هذا الخلاف أدى بالحديث يعني في تونس تصاعد الحديث عن إعادة يعني إعادة إفراز للمشهد السياسي برمته، إذ أنه في صورة أنه استقالة هؤلاء أو تجميد عضويتهم داخل الكتلة ستصبح حركة النهضة هي الكتلة البرلمانية الأولى في البرلمان، والذي قد يعيد تشكيل المشهد. لكن قيادات حركة النهضة سارعت مساء أمس يعني بالتقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وجددت يعني دعمها الكامل للحكومة في إشارة إلى أن حركة النهضة لا تريد التدخل والتموقع من جديد على حساب الخلافات داخل نداء تونس. شكرا لمدير مكتبنا في تونس علاء الدين زهتور.